يا أهلا من جديد مشاهدينا. كنا نتكلم قبل الفاصل عن متلازمة فومو، هي الخوف من فوات شيء ما، وهي حالة عامة تدفع الأشخاص إلى الرغبة في معرفة المستجدات وعدم تفويت أي شيء عليهم. ومع ازدياد هوس الكثير بمواقع التواصل الاجتماعي، طبعا صار في إدمان على التفقد الدائم لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني يصل إلى الهوس بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالأصدقاء والأقارب وكل الأشخاص الذين نعرفهم. وكمان عدم الاطلاع على هذه المعلومات صار يشعر البعض بالقلق والخوف ويخليهم يفكروا أنهم ما يمتلكوا معلومات حيوية، يعني حتى ما صاروا جزء من المجتمع. وهذا الشعور بالخوف كمان يشمل الخوف من فقد الموبايل أو مثلا حتى فقد الشاحن. فالموضوع اللي يتحول لقلق مستمر يؤثر تأثير مباشر في أجهزة الجسم كالتأشيرات النفسية والتأثير على عدد ساعات النوم كمان. وكشفت مشاهدينا دراسة أجراها موقع ماي لايف أنه أكثر من نصف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعانون من متلازمة فومو. ودراسة كشفت أنه 56% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يشعرون بأن شيئاً ما ينقصهم عند الابتعاد عن حساباتهم على هذه المواقع، وما يجعلهم حريصين على الاستمرار في متابعة تلك الحسابات. مرحبا، أنا محمد. أنا ما بحب يفوتني شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أنا مدمن عليها بس أنا ما بعرف. لا صراحة بحب أفوت سوشيال ميديا عشان أشوف أصحابي وين راحوا وين طلعوا، أشوف أخبارهم، أشوف أخبار الناس شو آخر أخبارهم، لأنه هي أسهل طريقة بالسوشيال ميديا وبتكون سريعة كتير. أنا بشيك تليفوني تقريباً كل 10 دقايق وحتى مرات أقل. ما كنت بفكر هذا الموضوع إلا لما سألت هيك سؤال، يعني اكتشفت أنه عن جد أنا تقريباً مدمن على السوشيال ميديا. والله تحياتنا لهذا الشاب الرائع، يعني يقول تقريبا مدمن. انت اي تقريبا؟ تواصل مرحله طالع معنا بتقرير، انت خلص. فعلا يمكن هذا الادمان كثير من الناس عندنا، يمكن احنا عندنا شوي، فهنا لازم نعرف الفرق بين الادمان على السوشيال ميديا وقد ايش ممكن ياثر علينا ويصير فومو. فخلينا نتكلم اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور ناصر الهندي، استشاري الطب النفسي. نقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير. حياك الله دكتور. دكتور شفنا حاله محمد وهي تشبه حاله كثير من يعني من محيطنا ومن شبابنا ويمكن أيضا إحنا. لو حبينا بالبداية نتعرف على تعريف كلمة فومو نفسيا أو بعلم النفس. هي ككلمة فومو هي fear of missing out، معناها هو تعبير عن حالة اجتماعية معينة قد تصيب بعض الأشخاص أكثر ما أنه هي حالة تشخيصية مرضية. يعني لما نطلع معجم الطب ما منلاقي أنه في تشخيص مرضي باسمه الفومو، بس طبعا في حالات كتير ممكن أنه توصف وفيما بعد يمكن تكون بذرة لأنه تكون وضع مرضي يوصف ويعالج فيما بعد. هي طبعا خوف من أنه الواحد لما يلاقي حاله أنه هو بيفقد الاتصال مع الناس ومحبة معرفته لشوف شو عم يصير حواليه، سواء كان لأشياء هو كان بيعرفها أساسا أو أشياء ممكن أنه ما بيعرفها وبحب معرفته أنه هو هل أنا في شيء عم بفقده أساسا ولا لا. هذا الشيء بيخلق نوع من أنواع الرهبة أو الهاجس الوسواسي، إذا أنا أصحينا التعبير بهالموضوع. إحساس قهري يعني. إحساس قهري أو هاجس قهري أحسن ما يكون وسواس قهري. هلأ كلياتنا نحن منحب أنه نكون في منتمين إلى طبقة مجتمعية معينة لأصدقاء معينين أو حفلات، وكلياتنا منحب أنه نجتمع مع الناس ونختلط معهم وإلى آخره. بس لما بيوصل لهاجس الموضوع أنه لدرجة أنه أنا كل شوي لازم أطلع، إذا ما قدرت أنه نطلع ما عرفت شو عم يساوي، صفى الموضوع بالنسبة لي أنه موضوع أنه أنا في عندي قلق وتوتر. يمكن هون ابتدت تصير مثل ما قلتوا حضرتكم من شوي متلازمة أكثر ما تكون أنه طب الدكتور سبب هذه الحالة، يعني هل تحس أنه هذا الشاب مثلا فاضي ما عنده شيء، لو انشغل أكثر ممكن يسيب التليفون أكثر؟ وشي أنا بشجعه أنه طلع وقال هذا الموضوع هذا، لأنه هو فعلا مواجهة أي مشكلة بشكل عام هي التحدث، التعرف عليها أنه في عندي أنا مشكلة في حد ما، وبعدين التحدث عنها ومعرفة الأمور اللي هي الخاصة أو إلى علاقة بهالموضوع هذا. طبعا في هي مثل ما قلنا كل الأشخاص كلاتنا تقريبا إلى حد ما اللي أنا بعرفهم عندهم على السوشيال ميديا واحدة، سواء كان فيسبوك أو إنستغرام أو أو أو، ففي إلى كلاتنا نحن منتسبين. بس أنا بعرف ناس عاديين كمان ما لهم منتسبين لا على الفيسبوك ولا في عندهم هالشيء هذا أبدا. فهي لا تصف حالة مرضية معينة، بينما هي قابلية الشخص إنه هو يلاقي حاله إنه هو منغمس أكثر فأكثر. طبعا في ناس اللي هن عندهم القابلية الأساسا موجودة اللي هي إنه
في نقص ما من الناحية النفسية اللي هو بيحب إنه يملأ بمحب معرفته وإطفاء رغبته المستمرة إنه أنا حابب أعرف حالي إنه شو اللي عم بيصير حواليي، في ناس عم بيبصوا حوالي وأنا ما عم ببسط معهم. بس دكتور يعني ما تعتقد هذا بسبب كل الابليكيشنز اللي نازلة، يعني مثلاً الانستغرام وهذه الأشياء، يعني هي بتخلي الإنسان يحب يعرف الأخبار. كلنا عندنا هذه التطبيقات في التلفون وكلنا بنشوف أخبار، بس مو معناته أنه أنا ما حقدر أعيش من غيرها، لكن يمكن هذه صارت جزء من حياتنا. لا بس تقدرين تدخلين على الجوال مثلاً أسبوع؟ لا شكرا. طيب بس اعتقد كل الناس صارت كذا، هذا اللي بحاول اقوله انه كل الناس صارت كذا، مش هي حالات معينه. لا هو الفومو يعني احنا ما نبي الدكتور موجود هو اخبر الفومو، هي حاله قديمه ولكن يمكن مواقع التواصل الاجتماعي عززت هذا هذا الشيء. دكتور هل يعني في تاثيرات جسديه من هذه الحاله الفومو لو زادت؟ هلا نحن زالنا تطلع على طول لتحت انه غير الاشياء اللي هي فعلا على الرقبه هو الاشياء هي اللي ممكن انه تاثر. طبعا نحن اذا ابتدت الامور انه تصير هاجسي الاول هو انا معرفه الناس الاخرين شو عم بيساووا، على تفضيلا على الاشياء اليوميه تبعي، مخططاتي في حياتي، عملي، شغلي، البرودكتيفيتي تبعي، ساعتها يمكن هون بتبتدي تاثر على شكل بشكل سلبي اكثر. فنحن اذا قسمناها قسمين هي قسم نفسي وقسم جسدي. القسم النفسي يمكن اول شيء هو بيبتدي انه يتاثر اكثر شيء، بس نتيجه اذا تضاعف الموضوع صفر دخلنا بقلق او توتر او اكتئاب نتيجه احساسي ان انا منعزل وما عم بقدر ان انا اختلط. فالأمراض القلق والتوتر والاكتئاب في لها أعراض كتير، منها وجع الرأس، صعوبة التنفس، خفقان القلب، وجع آلام في الصدر وإلى. طب دكتور كيف ممكن نطلع من هذه الحالة؟ مثل ما قلت من شوي بالحرف إنه هو معرفة أول شيء هل إنه في عندي حالة ولا لا. الأمور التوعية اللي هو معرفة إنه فعلا أنا إذا انعزلت عن الجهاز هل أنا ممكن أن أعيش إنه من غيره مثلا ولا لا. النقطة الأولانية هي معرفة إذا كان في مشكلة ولا لا. النقطة الثانية هي حاول إنه أنا أتعامل مع لحالي، إنه أنا أبتدي أبعد شوي شوي، إنه مثلاً حاول قاوم وإنه أقنع حالي إنه أنا إذا تأخرت دقيقتين ثلاثة أو عشر دقائق أو نص ساعة ما حيكون في مشكلة كثيرة، إنه أنا ممكن إنه نشوفها فيما بعد، ووضع الأولويات الأخرى. الشغلة الثالثة اللي هي إنه المرحلة المتقدمة أكثر اللي هو إنه إذا ابتدينا إنه لقينا ما عم نقدر إنه نحن نعمله، فممكن نكون دخلنا في هاجس الوسواس القهري اللي هو إنه أفكار دائما عم تجي على مخي ما عم بقدر قاومها، لازم شوفها، فبالتالي بيبتدي يطلع عليها. فهون يمكن نحن نقدر إنه نساعد إنه يجي يحكي معنا، نحن في عنا قدرة إنه نحن نتعرف إذا كان في حالة مرضية هي أو حالة اجتماعية عادية ممكن إنه هو يتغلب فيها لحاله. لا. دكتور ناصر الهندي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك يوم سعيد يا رب.